سيارة السيدان تتميز بالرفاهية والرياضية من أعلام الأمريكية كادلاك سيتي 5 في موديلها الأخير 24. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة كادلاك وكيلها بالمملكة الجميع، نستعرض مع بعض سيتي 5 في موديلها الأخير 2024. بالتحديد نتكلم عن نسخة اللكجري، طبعا صورناها عدة مرات لعدة سنوات، واليوم حبينا نصور لكم الموديل الأخير 24 ونشوف مع بعض وش التجهيزات وش الإضافات اللي موجود عليها. بالتحديد نسخة اللكجري تعتبر هي الأكثر مبيعا وتعتبر من أشهر النسخ، منها نسخ كثيرة متنوعة، والأقوى طبعا أكيد نتكلم عن البلاك وينج، طبعا ما هي موجودة هذه المرة، فبنحاول نصور لكم هذه بالتحديد ونتكلم عن أهم المواصفات وأهم التجهيزات اللي موجودة عليها. نبدأ أكيد كالعادة يا سادة من الواجهة الأمامية، وهذه الواجهة الأمامية وإضاءاتها طبعا كلها LED بالنسبة للعالة والواطي، والإضاءة المشهورة فيها سيارات كادلاك اللي هي جاية بالطول بشكل جميل وملفت. بالنسبة للعالة والواطي كلها LED، عندنا الشبكة الأمامي جاية باللون الأسود مع تطعيمات كروم بشكل بسيط، هذا اللي تتميز فيها نسخة اللكجري. ونلاحظ شعار كادلاك الفخامة الأمريكية بشكل جميل، بالإضافة لي الجزء السفلي للسيارة جاي باللون الأسود وجاي كان عليه كتر رياضي بشكل ملفت للنظر باللون الأسود، وهذه هي الواجهة الأمامية بالكامل. عندنا النظافة الجانبية طبعا هذه السيارة الأمريكية كلها مشهورة فيها باللون الأورنج جنط كروم من ميشلان، طبعا الكفرات أكيد جاي باللون الفضي الجنط. عندنا راح ناخذ مقاس بعد شوي، إشارات بالمرايات طبعا مثل ما نلاحظ مرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك زاوية رؤية أفضل، دخول ذكي على الأبواب الأمامية. طبعا عندنا كروم أسفل النوافذ أو إطار من الكروم حول النوافذ بالكامل، عندنا سقف بانوراما وزعنف موجودة بالخلف، بالإضافة له حساسات خلفية وكاميرا خلفية موجودة عليها، إضاءات خلفية LED، هذه الإضاءات الخلفية. عندنا فتحات العادي من جاي بالجزء السفلي للسيارة بشكل جميل وملفت للنظر. طبعا هنا مثل ما نلاحظ كشاف الضباب جاي بالجزء السفلي في حالة الضباب، وهذه الأمور طبعا تنورها وتكون أفضل. هنا عندنا النقطة العمية للمرايات الجانبية، وهذه هي تجهيزاتها الخارجية. نلاحظ السيارة طبعا ما شاء الله فيها مواصفات وفيها تجهيزات سلامة متنوعة. محرك كادلاك سيتي 5 الموديل الأخير 24، نتكلم بالتحديد عن المحرك الأول 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي مدعوم بشاحن توربيني. الأحصنة نتكلم بالتحديد عن 237 حصان، والعزم نتكلم عن 350 نيوتن، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات، إمكانيات جدا عالية مثل ما نلاحظ. طبعا التسارع من 0 إلى 100 تقريبا في 6.6 أجزاء من الثانية. بالنسبة للتقييم استهلاك القود كل البنزين تمشينا بالسيارة 15.1 كيلو، التقييم ممتاز، بنزين 95 دفع خلفي 2024 2000 سي سي. طبعا تانك البنزين نلاحظ انه من ناحية الراكب بالخلف، وهذه الامكانيات او ارقام القلب النابض بكادلاك سيتي 5 في الموديل الاخير 24. الحين خلونا نتكلم عن التجهيزات والمواصفات الداخلية. سعر هذه الفئة نتكلم بالتحديد عن 208,000 ريال. خلونا نبدأ بالمقصورة الخلفية، ما شاء الله اللون البيج، عندنا تكاية بالوسط طبعا، مساحة تخزين، فتحة تكييف، منفذ USB بالخلف، عندنا مقابض داخلية كروم، قفل المركزي برضه، عندنا مساحة تخزين بالأسفل، نوافذ كلها كهربائية بيان بلاك بهذا الجزء، عندنا 5 أحزمة أمان، عندنا مثبت لمطبط الأطفال أو الأيزوفيكس، مساحته طبعا تعتبر ممتازة جدا. عندنا هذه بالخلف، طبعا نفتح الصندوق الخلفي بكل بساطة، عندنا مساحة تخزين موجودة هنا، عندنا هذه مساحة تخزين كمان بالأسفل، إضاءات اللوحات LED. من الناحية الثانية طبعا من ناحية الراكب بالخلف،
بهذه الطريقة. طبعا ندخل ونشوف المقاس الداخلي. طبعا مسند الرأس عندنا متحرك أكيد ما شاء الله. الداخلية شوي عندنا مسند بالكامل متحرك. طبعا فيه وسع داخلي، فيه رحابة مع أنه شوي السقف نازل، لكن فيها وسع ما شاء الله. حتى بالجلوع فيها ريحية، بس يبغى لهم شوية قصار القامة. عندنا هنا مثل ما لاحظ الكونسول الوسطي، عندنا مثل ما ذكرنا منفذ الـ USB أو تايب سي بالخلف، فتح السقف بنظامية. طبعا فيها إرباقات جانبية، هنا عندنا مثل ما نلاحظ إضاءات طبعا بهذا الجزء باللمس طبعا ما شاء الله، أو بضغط الزر LED. هنا الجير والكونسول الوسط وعجلة القيادة. خلونا الحين نتكلم من ناحية الراكب الأمامي. طبعا هذه من ناحية الراكب الأمامي، عندنا مرتبة تحكم فيها كهربائي بالنسبة للسائق وللراكب، غير أوتوماتيك. عندنا إرباقات بالمراتب، عندنا هنا المقبض وكل تفاصيلها المهمة ما شاء الله. طبعا طريقة الفتح فيها مثل ما نلاحظ، عندنا بالضغط هنا مثل ما نلاحظ بهذا الجزء، نضغط هذا الجزء وتنفتح معنا الأبواب. طبعا كلها بصمة سواء أمامية أو خلفية، أو المعذرة، البصمة في الأمامية والخلفية كلها بضغط الزر. ما شاء الله تفاصيل ومواصفات جدا عالية. خلونا الحين نتكلم من ناحية السائق، وما شاء الله على الفخامة الأمريكية. مثل ما ذكرنا النوافذ كلها كهربائية، عندنا عجلة القيادة، التحكم بالدركسون، بريك إلكتروني، عندنا مرتبة طبعا حتى فيها دعامات للظهر، غرفان خلف الدركسون. طبعا الدركسون بحركة عادية. عندنا رجع المرتبة للأخير، بروجيكتر، هذه الشاشة تدعم جميع الخصائص. عندنا تنبيه التصادم، خروج عن المسار، بالإضافة لمثبت السرعة، فرملة الطوارئ. عندنا كمان اللي هو حاملة أكواب، شاحن لاسلكي. عندنا هنا اللي هو وضعيات القيادة، درايف مود، بالإضافة للأوتو هولد والتراكشن، كله موجود بهذه الزاوية مثل ما نلاحظ. عندنا هنا التحكم بالميديا والشاشة والجير مثل ما نشوف، مساحة تخزين مع منفذ USB وتايب سي. هنا عندنا بالأسفل اللي هو فتحة التكييف، عجلة القيادة. عندنا هنا جيروفون خلف الدركسون، صوت البور مميز، شماسات طبعا مثل ما نلاحظ فيها إنارة وفيها إضاءات بالنسبة للسائق وللراكب. هنا إضاءات داخلية، سقف البانوراما، وهذه كل التجهيزات اللي موجودة عليها. بشكل سريع أهم المواصفات اللي تكلمنا عنها عن كاديلاك سيتي 5 2024 نسخة اللكجري. بإذن الله التصوير الجاي بيكون على نسخة السبورت، النسخة الرياضية. طبعا فيها اختلافات بسيطة راح نشوفها مع بعض بشكل سريع. طبعا أبرز الاختلافات اللي ذكرناها في أول الفيديو عن أهم الحاجات اللي تتميز فيها الموديل الأخير 24. طبعا ما في اختلافات عن الموديل السابق، نفس التفاصيل في 2022 و23 و24. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية راح نقوله في النهاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرض لكم إياها في الأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك، كل الروابط بخانة الوصف، وفي أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. في أمان الله.